لله العزيز الأكبر لا راد لما قضاه ولا دافع لما قدر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم وحذر ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد أدرك السقر فقال تعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الأكرمين لا سيما على البدر التمام أول من دخل في الإسلام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الأكبر وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر فاز بالحظ الأوفر وعلى جامع آيات القرآن كمثل الترتيب في لوح المنان أمير المؤمنين سيدنا عثمان ذي النورين الأنور نبر الله ضريحه بالنور الأزهر وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه باليوم المحزر وعلى الريحانتين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين صاحبي السيادة والقدر رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول رضي الله تعالى عنها وأرضاها باللطف الأفقر وعلى عميه المكرمين عند الله والناس المتطهرين من الدنس والأنجاس رضي الله تعالى عنهما وعلى رب الجن والبشر وعلى تمام العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أجد المؤمنين بالخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات والاجتناب عن المحدثات اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم نكس أعلامهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم السترة والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين من أمة محمد أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى.